باشمهندس اسم حضرتك؟ مهندس عزت علام، مدير الدعم الفني شركة أجروستار. أهلا وسهلا. ما فيش حد اشتغل بدون كمبيوتر من سنين واشتغل، دي لوحدها يعني شيء، يعني حاجة استمرارية وحاجة شغل ما شاء الله، ولا صيانة ولا في أي تكلفة في أي حاجة ما بعد البيع، وإن شاء الله الجهاز شغال بكفاءة عالية زي أول يوم زي النهاردة. بنركب الجهاز بقاله 4 سنين أو 3 سنين، لحد النهاردة الجهاز شغال معاه بكفاءة عالية جدا، مفيش عنده أي مشاكل خالص، كفاءة أحسن بكتير من الأنواع التانية اللي كان بيساوي فيها بتطور من فترة كبيرة. ما شاء الله زلت موتر. لو انت حللت قبل وبعد نفس النسب، بس بتلاقي الزرع فيه استفادة كويسة جدا من العناصر، العناصر كلها تكون افيلبل معاك للنبات، اللي هو بيقيم تقريبا حركة الصوديوم نفسها، هو بيحصل هو بيقيم الصوديوم نفسه، فبيدي حرية للعناصر داخل النبات عند جذر النبات، اللي هو يمتص اللي هو عايزه بالشكل اللي هو عايزه، بس خلي العناصر كلها معاه افيلبل كلها متاحة للمختص. ما شاء الله. البطاطس زرع بطاطس ابو سلطان هنا وكانت نتائج مهوره جدا. كان الفدان بيدي كام وبقى يدي كام؟ لا ما شفتش قبل، شفت بعد. بيشتغل على نسبة تروح البطاطس اقصى درجة تحمل 800 جنيه. الارض كانت الميه كانت ارتوازي وكانت الميه اعلى من كده بكتير. لما اشتغلنا بالجهاز ده لا ما حصلش عندنا مشاكل. اللهم ما حصلش مشاكل عندنا. مش قادر عدس. ربنا يبارك.